السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث للوقوف على آخر مستجدات الوضع الاقتصادي والأزمة التي تعصف باليمن. أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي خلال ترأسه اجتماعا للجنة الاقتصادية توجيهات لمعالجة الوضع الاقتصادي بشكل عاجل، ووجه الرئيس هادي الجميع إلى العمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة لدراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعه الطبيعي. وأقر الاجتماع زيادة قدرها 30% لرواتب القطاع العام وتشمل المتقاعدين والمتعاقدين. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي تداعيات الأزمة الاقتصادية على الشرعية اليمنية والتحالف؟ وهل ما قامت به الشرعية كفيل بتقليل أضرار الأزمة؟ هل يمكن القول أنه تم استغلال هذه الأزمة من قبل أطراف معينة للإضرار بالحكومة الشرعية؟ قبل النقاش نتابع التقرير. بشكل عاجل تصدر الحكومة توجيهاتها لما تسميه وضع التدابير الكفيلة بحل تداعيات أزمة انهيار العملة، لكن هذا العاجل الحكومي لم يجد بعد طريقه إلى الأرض، الأرض التي تتسع خارطة احتجاجاتها من عدن إلى سيون. فعلى وقع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني غادر الرئيس هادي الرياض إلى نيويورك مكتفيا بتوجيهاته التي تقضي باتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تنمية الإيرادات وتصدير النفط والحد من المصروفات وزيادة رواتب القطاع المدني. لكن هل هذه الإجراءات الرئاسية ستنجح في تهدئة الشوارع الغاضبة؟ يشكك البعض بذلك. فالجهة التي أوكل إليها احتواء الأزمة الراهنة وهي اللجنة الاقتصادية متهمة من قبل معارضين بسجل سابق من الفساد، فيما اعتبر آخرون وجودها لأهداف سياسية. كان انهيار العملة المحلية مقابل نظيراتها الأجنبية هو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 600 ريال، ما تسبب من دلاع احتجاجات غاضبة في شوارع عدن السبت الماضي. اتسعت خارطتها إلى سيئون في ظل تخوفات من اتساع نطاقها الجغرافي إلى أكثر من منطقة في اليمن. الأزمة الاقتصادية الأخيرة تبدو أكثر تعقيداً، ففي الوقت الذي يرجعها اقتصاديون إلى توقف صادرات النفط والغاز واستمرار طباعة العملة دون غطاء، إلا أن وزراء وسياسيين يتهمون طرفاً إقليمياً يدعم قواً محلية في الجنوب بالوقوف وراء افتعال هبوط الريال، وهو ما طرح استفهامات كثيرة حول حكومة منشغلة بجنيف تقترح الحلول لأزمة تنفجر في عدن، مربط حلها في الرياض وأبوظبي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي. مساء الخير أستاذ مختار. مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيفك الكرام جميعا. مرحبا بك أستاذ مختار. أمام الانهيار الكبير والمتسارع للعملة اليمنية والاقتصاد اليمني، هل ما قامت به الحكومة وأيضا اجتماع الرئيس باللجنة الاقتصادية كافي أمام هذه الكارثة التي حلت بالعملة اليمنية والريال اليمني؟ لا شك أن انهيار الريال أمام العملات الصعبة هو يمثل كارثة حقيقية، ليس على جزء فقط من أبناء الوطن ولكن على كل مواطن يمني، سيمثل كارثة حقيقية من حيث ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الأساسية. بالتالي قامت الحكومة بإجراءات واجتماع فخامة رئيس الجمهورية باللجنة الاقتصادية المشكلة حديثا هو معالجة هذا الوضع ومعالجة هذا الانهيار المتسارع. لكن دعنا نتحدث بكل شفافية أن هذا الانهيار ليس بريئا وليس أن ما حدث جاء بشكل عفوي. هناك جهات داخلية وجهات خارجية تسعى لإفشال الحكومة، تسعى لأن تظهر الحكومة خصوصا قبل مشاورة جنيف، توفر رسالة للمجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي أن هذه الحكومة حكومة عاجزة فاشلة لا تستطيع أن تدير ملفاتها الداخلية. بالتالي يريدون إظهار هذه الحكومة، وليس هذه المرة الأولى ولكن كانت هناك عدة مرات سابقة في المشاورات السابقة في الكويت وقبلها وبعدها،
ايضا هذه الجهات التي تدعم كيانات موازيه للدوله هي ايضا شريكه لنا في او شريكه للحكومه سواء في النجاح او في الفشل. التحالف العربي ايضا لا يمكن ان نعفيه من اي فشل في الجوانب سواء السياسيه والاقتصاديه وكذلك العسكريه لاننا شركاء معهم. نعم. وهم شركاء معنا استاذ مختار في نعم. أو في الإيجاب. نعم. نعم استاذ مختار ذكرت نقطه في غايه الاهميه ان هناك يحاول من يفشل الحكومه الشرعيه ويعرقل عملها. من الحلفاء أم من الأعداء تقصد؟ من الحلفاء وكذلك سواء من الحلفاء الذين هم معنا في إطار التحالف العربي وكذلك أدواتهم الموجودة في الداخل، يعني أدواتهم الموجودة تعمل ليل نهار من أجل إفشال الحكومة. هل يمكن تسميتهم؟ الدولة أستاذ مختار هل يمكن تسميتهم؟ دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا طبعا ليس خافية، ليس خافية على أحد. دولة الإمارات تعمل على إفشال الحكومة، تعمل على إظهار الحكومة أنها فاشلة عاجزة لا تستطيع أن تدير ملفاتها، وإلا يعني كان يعني بكل سهولة كانت تستطيع أو يستطيع التحالف العربي أن ينقذ اليمن عبر مده بمبالغ، حتى وإن كانت هذه المبالغ هي ودايع أو سلف للحكومة اليمنية حتى تتجاوز هذه الأزمة. لكن للأسف الشديد أن من يدعم كيانات وميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة سوف يستخدم أسلحة أخرى من ضمنها السلاح الاقتصادي والحرب الاقتصادية. نعم ابقى معي أستاذ مختار ونشرك معنا في الحديث رئيس البنك الأهلي الدكتور محمد حلبوب. دكتور محمد مساء الخير. النور والسرور. مرحبا بك دكتور محمد. في البداية كيف تفسر الانهيار السريع للعملة اليمنية والاقتصاد اليمني بهذه الصورة؟ الانهيار السريع للعملة اليمنية شيء متوقع في ظل ما المستجدات الأخيرة التي ظهرت في الاقتصاد. فآخر مصدر من مصادر الدخل كان يأتينا من المغتربين. الآن المغتربون يواجهون مشكلات كبيرة في بلد اقترابهم، وتم طرد في حدود 440,000. فكل المؤشرات الاقتصادية والسياسية هي غير صالح حتى الاستقرار في سعر العملة. نعم. وبالتالي فإن الأسباب هي أسباب تراكمية، كانت أسباب الحرب ثم جاءت الأسباب الاقتصادية، وآخرها هو انقطاع المصدر الأخير للعملة الصعبة وهو تحويلات المغتربين. تحويلات المغتربين الآن انخفضت انخفاض شديد جدا، وذلك بسبب الإجراءات المتخذة في دول الاقتراب. نعم دكتور محمد، اجتماع الرئيس وتشكيل لجنة اقتصادية لإنقاذ العملة اليمنية والاقتصاد الوطني، برأيك هل ستجدي هذه اللجنة في يعني على الأقل استقرار الريال بهذا المستوى أو خفضه على الأقل، أم لا يوجد بيدها ما تفعله؟ ما رأيك أنت؟ اللجنة الحكومة والرئاسة واللجنة الاقتصادية استخدمت الطلقة الأخيرة، يعني استخدمت آخر أنواع العلاج وهو التدخل الإداري، وهو منع السلع الكمالية من الدخول إلى اليمن ومنع إخراج العملة من اليمن إلى الخارج. هذه وسائل تجارية هي الملجأ الأخير الذي يتم استخدامه. ما تم استخدامه من معالجات هي معالجات نهائية، وهي المعالجات الممكنة لدى الحكومة ولدى الرئاسة ولدى اللجنة الاقتصادية. المشكلة الأساسية هي في يد التحالف. بدون تدخل التحالف من الصعب يعني لا نقول إيقاف التدهور بل المحافظة، التكيف معه. هذه الإجراءات الموجودة هي إجراءات للتكيف وليست للمعالجة، وبالتالي فإنه هناك صعوبات قادمة مؤكدة وقد يصل الصرف إلى 4 خانات في القريب العاجل. نعم ابقى معي دكتور، أعود لي الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام. أستاذ مختار الآن يعني الوديعة التي كانت السعودية قد أعلنت عنها لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على العملة اليمنية، برأيك لماذا تتحفظ المملكة على عدم السماح ب يعني إدارة هذه المبالغ من أجل الحفاظ على العملة الوطنية بدعم أيضا العملة الأجنبية التي تحافظ على ثبات السوق عند هذا المستوى؟ أولا ليس لدي معلومات حول موضوع الوديعة، هل وصلت أم لم تصل أو
وأن هناك تحفظ، لكن دعني أقول أن من يحارب الحكومة اليمنية ومن يمنع تصدير النفط ومن يمنع تصدير الغاز ومن يمنع الحكومة من الاستقرار والاستمرار داخل اليمن هو في الأول والأخير هو يدعم انهيار العملة الوطنية ويدعم أيضا ويدعم الحكومة أنها تبقى في حاجة دائمة للغير ولا تعتمد على نفسها ولا تعتمد على مصادر دخلها، وهذا طبعا يؤثر على الجانب الاقتصادي وعلى العملة الوطنية. لماذا لم تصرح الحكومة بصورة مباشرة أستاذ مختار؟ لماذا لم تصرح الحكومة بصورة مباشرة على هذه الإجراءات التي يتخذها التحالف العربي لإحباط الشرعية وتقنين مواردها بل وتعطيلها تماما؟ فخامة رئيس الجمهورية في الاجتماع يوم أمس أعلن أنه أو من ضمن التوجيهات التي أصدرها فخامة الرئيس أنه سيتم إعادة تصدير الغاز بشكل كما كان في السابق وإعادة تصدير أيضا البترول كما كان في السابق ليعود كما كان في السابق، وهذه أنا أعتقد أنها إجراءات مهمة، وهذا طبعا يأتي تحدي أو ليس تحدي لأن في الأول والأخير الحكومة هي صاحبة الحق في أن تعيد التصدير أو توقف التصدير، لكن هذا يأتي في إطار المعالجة أو كما تحدث الدكتور قبل قليل أنها الحل النهائي والعلاج الأخير لمعالجة الوضع الاقتصادي ومنع انهياره إلى 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 صورة أكثر مما وصل إليه حاليا. نعم، هل تعتقد سيسمح للحكومة الشرعية وتوجيهات الرئيس بإعادة تصدير الغاز والنفط وفتح الموانئ أم من منعها في السابق سيمنعها الآن؟ أعتقد أنه في السابق يعني كانت الأمور تحت الطاولة ولم يتم الحديث عنها، لكن بعد أن أصدر فخامة الرئيس التوجيهات بإعادة التصدير فإن أي أحد سواء قوى في الداخل أو أي قوى في الخارج سواء كانت حليفة لنا أو صديقة أو شريكة لنا أعتقد أنه في حال المنع أو في حال استخدام أي أدوات داخلية لمنع التصدير أعتقد أن الحكومة سوف تعلن صراحة كما أعلنت من قبل في أكثر من بيان، ولعل أبرزها بيان البنك المركزي حول أن الإمارات تمنع دخول العملات وكذلك طبع العملات من الدخول إلى مدينة عدن عبر الميناء. أعتقد أن الحكومة ستكون أمام خيار لا رجعة فيه، إما أن تعلن للمواطن من الذي يقف خلف منعها من إعادة تصدير البترول والغاز، أو أن أعتقد أن المظاهرات التي تعم الآن أو التي خرج فيها كثير من أبناء الشعب اليمني أنها ستستمر حتى يتم الإعلان صراحة من الذي يقف ضد الحكومة، من الذي يقف ضد. هل تعتقد أن هذه المظاهرات والاحتجاجات أستاذ مختار، هذه المظاهرات والاحتجاجات في سؤال أخير وأودعك فيه، هي عفوية بسبب انهيار العملة وانهيار الاقتصاد، أم هناك من يقف وراء هذه الاحتجاجات خاصة في المحافظات الجنوبية ربما أكثر المحافظات التي شهدنا في هذه الاحتجاجات؟ أولا بالنسبة للمظاهرات، المظاهرة السلمية هي حق سلمي لكل أبناء الشعب اليمني، حق له أن يخرج، لكن أن تستفيد منها قوة أو أدوات أو داخل فهذا أعتقد أنه ما يحاول ما يسمى بالنجس الانتقالي تجيير هذه المظاهرات أنها بدعم منها أو أن هذه المظاهرات هي بترتيب منه. بكل تأكيد سيتم الاستفادة من هذه المظاهرات ومن الغضب الكبير لدى الشارع اليمني. أشكرك جزيل الشكر مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي، كنت معنا من الرياض، وأعود للدكتور محمد حلبوب رئيس البنك الأهلي. دكتور محمد، إذا ما سمح فعلا للحكومة الشرعية بإعادة تصدير النفط والغاز وفتح الموانئ ويعني توريد الإيرادات من الضرائب وغيرها في الموانئ والمطارات، هل تعتقد ستساهم بصورة كبيرة في إيقاف هذا الانهيار؟ إذا تم السماح للحكومة أو إذا تم التخفيف من الضغوطات الاقتصادية المركزة على الحكومة وبالذات هناك إمكانيات من الصندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي وكذلك بتصدير الصادرات اليمنية من النفط والغاز، يمكن للعملة أن تستقر أو أن يكون التدهور تدهور بسيط وليس على شكل قفزات، لكن الحكومة الآن تواجه ضغوطات شديدة للغاية. هذه الضغوطات الشديدة ضغوطات اقتصادية وضغوطات سياسية وضغوطات دبلوماسية، الهدف كله منها هو إنجاح
ما يتم في جنيف، ولذلك يعني وهذه الضغوطات ايضا ليست فقط على الحكومه الوحده بل ايضا على الشعب حتى يتم القبول باي تسويات يمكن ان يتم التهيئه لها. هذا تهيئه يعني ماذا دكتور محمد بصوره اوضح؟ تهيئه ماذا؟ أنا أعتقد أن هناك شيء ما يتم طبخه في جنيف وهو من الصعب قبوله، ولكن هناك ضغوط، هذه الضغوطات الاقتصادية والسياسية والعسكرية إذا ما ربطت كل هذه الضغوطات بالضغوطات الدبلوماسية كل تتأكد لك أن هناك اتجاه معين لفرض تسوية معينة في جنيف. هذه الضغوطات هي شكل من أشكال التهيئة للوصول الى هذه الاتفاقيه او التسويه. هذه التسويه اللي تحدث عنها لليمن بشكل عام من جميع الاطراف، ام ربما يعني في على وجه تحديد الجنوب نكون نتكلم بصراحه اكثر؟ انا لا استطيع ان اؤكد او انفي اي شيء ما. نعم. لكن هناك ضغوطات واضحه، ضغوطات اقتصاديه وسياسيه وعسكريه، وهناك عرقله في الجوانب العسكريه، يعني عرقله متعمده واضحه، وفي نهم، في الحديده، في كل المجالات. نعم. الا في المجالات المفتوحه، بالاضافه اذا ما نظرنا الى الاهداف الفعليه سنجد ان هناك تسويه قادمه واضحه. نعم. هذه التسويه ليست يعني ما يرضي الطرف الشرعي، ولذلك فإن الطرف الشرعي نتيجة رفضه لهذه التسوية يتم الضغط عليه من أجل نعم. القبول بهذه التسوية الصعبة أو المؤلمة. نعم، إذن ليست عفوية هذه الاحتياجات التي حصلت دكتور محمد؟ كل شيء ليس عفوي، نحن الآن تحت الفصل السابع ونحن الآن تحت الوصاية الدولية، فكل شيء يجري في اليمن نعم. ليس عفويا على الإطلاق. نعم. طيب دكتور اسمح لي أن أشرك معنا في الحديث الصحفي فتحي بن الأزرق من عدن. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ولجميع المشاهدين قناتكم الكريمة أستاذ العزيز. أهلا بك أستاذ فتحي، هل تتفق مع ما طرحه الدكتور محمد وأيضا مستشار وزارة الإعلام مختار الحبيب أن هذه الاحتياجات ليست عفوية وهي عبارة عن يعني ضغوطات للتهيئة لشيء ما سيحدث قريبا خاصة قبل المفاوضات في جنيف؟ بالعكس يا استاذي العزيز، هذه احتجاجات عفويه وهي حوره شعب ذاق الامرين منذ 4 سنوات، انهيار العمله، قطعه العمله دون منافسه حقيقي، تدمير التحالف لمقدرات الشعب اليمني عبر الغارات الخاطئه، حصار التحالف للشعب اليمني، جرائم الحوثي، كل الافعال المرتكبه للاسف الشديد من اطراف النزاع في اليمن المؤثره بجماعه الحوثي الانقلابيه والطرف الاخر التحالف لغرض الطرف وعدم مساعده الشعب اليمني، وظروف الحرب بشكل كامل تحملها الشعب اليمني 4 سنوات كامله. 4 سنوات قرر الشعب اليمني سواء في الشمال او في الجنوب ان ينتفض، ويقول الشعب يعاني والشعب لا يجد لقمة العيش بشكل سليم، الدب البترول بحوالي أكثر من 8000 ريال، كل شيء صار في اليمن صعب، فلماذا لا ينتفض الشعب؟ أنا أعتقد وأجزم أن هذه التحركات هي تأخرت أساسا، كان يجب على الشعب أن ينتفض بعام ربما قبل عامين من اليوم، لكنه أخيرا انتصر بعد أن وصل الحال إلى درجة لا يمكن نعم. لا يمكن لأي شعب تحملها. ما يحدث هو ثورة أحياء، ثورة مواطنين، ثورة أناس يرفضون كل ما يحدث من فساد من قبل نعم. الشرعية ومن قبل التحالف العربي. التحالف العربي والحكومة الشرعية هم مسؤولة نعم. أساسية ورئيسية عما يحدث في اليمن بشكل عام. نعم. وما يحدث كيف تفسر أستاذ فتحي؟ كيف تفسر؟ نعم، كيف تفسر أستاذ فتحي هذا الخذلان كما تحدثت أنت وأيضا كانت هناك حملة كبيرة بأن التحالف العربي خذل الشعب اليمني يعني عسكريا والآن اقتصاديا وربما هي الأخيرة والقاضية؟ يا أخي التحالف العربي جاء إلى اليمن ليحارب إيران دفاعا عن مصالحه الاقتصادية والأمنية والعسكرية، وفوق هذا أرسل اليمنيون أن تكون بلادهم ساحة حرب لمعركة أساسا لا تعنيهم الصراع، هو صراع خليجي إيراني، وفوق هذا اللي تكون ساحة هذا الصراع لا مشكلة. صار اليمنيون اعتبرهم جزء من الأمن الخليجي الموجود
فرعوا لاجل الحفاظ على الامن الاقليمي الخليجي. وفوق هذا نجد ان المواطن اليمني يعذب، المواطن اليمني يقهر، مقدرات الشعب اليمني تدمر، الخليج يتفرج عن اليمن والشعب اليمني يعاني. اذا هل يتحمل الخليج مسؤوليه الاخلاقيه والقانونيه والانسانيه تجاه الشعب اليمني؟ الخليج ودول التحالف على وجه التحديد تملك اموال طائله، تملك مقدرات ضخمه ساعدت مصر، ساعدت امريكا، ساعدت العالم كله. لماذا لا يتم مساعده هذا الشعب؟ هذا الشعب صبر بما فيه الكفايه وحال. نقول للتحالف العربي قم بمسؤوليتك الاخلاقيه والانسانيه تجاه هذا الشعب، او اترك لحاله ويرحل التحالف العربي وترحل الحكومه الشرعيه. اما ان نعم. الناس تتفرج على الشعب وهو يموت فهذا امر لا يمكن لاي يمني شر ان يقبل فيه. وضع الناس صار صعب 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 جدا. الناس لم تعد تكفيك تجد ما تاكله. الناس والله اعرف عشرات من مئات الاسر لن تجد ما تاكله. اذا قلت ما تاكله صراحه لا تجد ما تاكله. وضع الناس صعب والحاله تتطرق والحكومه الشرعيه ايضا تتطرق. بل ذهبت الحكومه الى طباعه كميه هائله من النقل نعم. دون ما غطاء. اذا نحن امام مسؤوليه اخلاقيه وقانونيه يتوجب على التحالف العربي ان يقوم فيها، ويتوجب على الحكومه الشرعيه ان تفرض التزاماتها الحقيقيه تجاه التحالف. ما لم تلك الشعب اليمني وحاله حال سبيله، وفي الاخير اليمنيون سيوصلون الى تسليه سياسيه سواء ظلم طرف او تم ظلم طرف. في الاخير لا اعتقد ان اي وضع انساني ربما يكون في اليمن اسوء مما هو في لغه اليمن. وصل نعم. الى الطرف الشعب اليمني، وصل الى الطرف كل حاجه الشعب اليمني. لا مستشفيات، لا مدارس، لا طرقات، لا دخول، لا قيه ولا اي حاجه. اذا ما هو الاسوء الذي ممكن ياتي للشعب؟ انا نعم. مع وقت خيار وقت الحرب تسوية سياسية والتزام التحالف العربي بمسؤولية تجاه الشعب. نعم. طيب استاذ فتحي، يبقى معي اعود للدكتور محمد حلوب. دكتور محمد، هل فعلا خذل التحالف اليمنيين عسكريا واقتصاديا؟ ونحن نركز اليوم على الجانب الاقتصادي الذي ينهار والعملة تنهار ولا يوجد أي تدخل حقيقي رغم مقدرتهم على ذلك، وكان هناك بلدان أخرى تم إنقاذها ودعمها بصورة مباشرة، ونحن في اليمن في ظل هذه الأزمة وتحت مظلة التحالف العربي الذي أتى لدعم الشرعية لكن لا نجد أي دعم. هل هو خذلان حقيقي وممنهج؟ واضح تماما أن هناك خذلان عليه يعني مؤشرات كثيرة تؤكد هذا الخذلان. المشروع إعادة الإعمار يعني متوقف، مشروع التعافي متوقف، على الرغم من أنه مشروع التحالف كان أو التعافي كان يفترض أن يبدأ في عام 2017. نحن الآن في نهاية 2018 ولم يبدأ فعليا، وتم تأجيله إلى أن يتم إيقاف الحرب. وهذا مؤشر واضح تماما أن هناك خذلان واضح، خذلان نظري، خذلان ومؤشرات كثيرة. بالإضافة إلى ذلك أن هناك خذلان أمام المغتربين. كان يفترض أن يتم إعفاء أو تجاوز أو تأجيل اليمنيين من تطبيق القرارات السعودة وقرارات الأخرى التي تم اتخاذها في دول الاقتصاد واقتصاديات هذه الدول قادرة على تحمل مثل هذا، ولكن لم يتم يعني حتى إعفاء المغتربين من هذه الإجراءات القاسية. هناك أيضا الدعم انخفض تماما. هناك وعدنا بدعم كبير في موضوع المشتقات النفطية لم يتم حتى الآن. هناك مؤشرات كثيرة لا أستطيع الآن تعدادها تؤكد بأن هناك خذلان. بالإضافة إلى ذلك هناك مؤشر قوي وهو عدم السماح للبنك المركزي بتدخل في هذه الأزمة من أجل إيقاف تدهور العملة. كان في مثل هذه الأوقات، في الأوقات الطبيعية في اليمن كان يتم إنزال لا يقل عن 200 مليون دولار إلى السوق حتى يتم التهدئة، ولكن في هذا العام لم يسمح للبنك المركزي إلا بإنزال 20 مليون و8 من عشرة، وهو مبلغ صغير جدا لا يمكن أن يقوم بأي شيء أو لا يمكن أن يساعد على استقرار العملة، لا بل لا يمكن أن يساعد على تخفيف تسارع التدهور.
نحن الآن لا نطالب بإرجاع العملة إلى الخلف، نطالب فقط بإيقاف التدهور فقط أو تخفيف سرعة التدهور، لكن هذه السرعة الموجودة هي أيضا بسبب عامل أساسي أنه البنك المركزي لم يستطع التدخل ولم يستطع أن يصرف أكثر من 20 مليون دولار، بينما يفترض في الأوضاع العادية أن يصرف 200 مليون. أشكرك دولار. نعم دكتور محمد حلبوب رئيس البنك الأهلي، شكرا جزيلا لك. عودة أخيرة لعدن مع الأستاذ فتحي بن الأزرق. أستاذ فتحي، برأيك هذه الاحتجاجات والعصيان المدني الذي بدأ يمارسوها اليمنيون احتجاجا على هذا الانهيار المتسارع للعملة وللاقتصاد الوطني، هل سيجدي في يعني أو سينعكس بصورة إيجابية بالضغط على الحكومة والشرعية للتدخل بأشياء حقيقية توقف هذا التدهور، أم ربما لن يغير شيء؟ الحقيقة أن الشعب اليمني في عموم المحافظات عليه أن في الأخير إذا سكت الشعب الريال أو الدولار سيصل 2000 ريال وربما 3000 ريال خلال أشهر قليلة. إذا سكت الشعب فليتحمل النتيجة، فليجب على الشعب أن يقول في كل قرية، في كل مدينة، في كل عزلة، في كل مكان، ويجب أن يكون تظاهر حضاري ولا يضر بالمواطن بشكل أساسي. إيصال رسالة للعالم، والعالم ما يحدث أن هناك فشل كبير للتحالف، هناك فشل كبير للشرعية في إدارة المناطق المحررة، في إدارة الوضع العام في اليمن. في الأخير أما أن تقوم هذه الأطراف بواجبها أما أن تفعل، هناك شعب يموت، الشعب أنا أعتقد أنه لن تتمكن ثورته، المهم أن لا تدخل الكيانات السياسية وتتصرف هذه الثورة، وأن تترك للناس حرية التعبير فيما يراد من شعبها، فيما يراد من أي طرح سياسي. حق نعم. الناس أن تقول رأيهم، من حق الناس دافع نعم. عن حق في الحياة، حق الناس في الحياة حق الناس في الحصول على لقمة عيش شريفة بشكل كبير. لذلك من حق اليمني أن ينتفض، وأنا أدعو الناس في عدن، في أبين، في الضالع، في تعز، في صنعاء، في مارس، في كل المحافظات اليمنية أن ينتفضوا ضد هذا الواقع. نعم أستاذ فتحي، نعم لضيق الوقت سؤال أخير فقط. أستاذ فتحي، هناك من يقول بأن هناك ربما يعني تحميل المسؤولية الكبيرة على الحكومة الشرعية، فيما يعني بالأساس هناك عناصر أخرى هي التي فعلا تقف وراء هذا الانهيار وتدمير الاقتصاد الوطني، ابتداء من ميليشيات الحوثي التي نهبت 4 مليار دولار من الاحتياطي، ثم بعد ذلك ممارسات التحالف العربي الذي يمنع تصدير النفط والغاز وإغلاق المطارات والموانئ، ولذلك نحن نحمل الحكومة أكبر من طاقتها وما لديها. في الأساس جماعة الحوثية جماعة انقلابية متمردة، نحن لا نتحدث عن وصف جماعة الحوثية بأنها جماعة محترمة، لا، هذه جماعة سيئة وهي من تسببت بكل هذه الكوارث لليمن. لذلك هذا العنصر الشاذ نحن لا يمكن أن نحاول نتحاضر معه كطرف يمني أصيل أو كطرف يمني يتحمل سوريا، وإلا لما وصلنا اليمن إلى هذا الحال. لكن في كل الحالات نحن نتحدث الحكومة الشرعية بصفتها الحكومة الشرعية الحقيقية الممثلة لليمن، تتحدث بالتحالف باعتبار الطرف الذي سيطر على اليمن أرضا وبحرا وجويا وأخذ القرار السياسي وكل شيء. إذا لدينا طرفين رئيسيين يتحملان المسؤولية، هما الحكومة الشرعية والتحالف العربي. أما جماعة الحوثي فهي جماعة أساسا انقلابية، جماعة متمردة، جماعة أساءت اليمن، جماعة خارجة عن إطار القانون أساسا، هي عصابة وليس حتى جماعة. لذلك القانوني والخلقي هذا في الأساس منصب على التحالف العربي عليهم نعم. أن يقوموا طورا وحالا بإنقاذ الشعب. رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الصحفي فتحي بن الأزرق، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث، شكرا للضيوف. كان معنا مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي، ورئيس البنك الأهلي الدكتور محمد حلبوب، وكذلك الصحفي فتحي بن الأزرق رئيس تحرير عدن الغد. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث. السلام عليكم.